بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل حضرتك تقدر تعمل إزازة برفان أو برفيوم يكون عالي الجودة ويكون مظبوط 100%؟ نعم، الحكاية مش كيمياء ولا الحكاية يعني صعبة، الحكاية بس يكون يعني الواحد مركز ويكون فيه يعني شوية حاجات يراعيها على أساس إنه يطلع إزازة برفيوم تكون عالية الجودة. الحاجات اللي احنا هنقولها لحضراتكم النهاردة بإذن الله تعالى هيكون فيها الإفادة إن أنت إزاي تطلع بمنتج عالي، بحيث إن أنت سواء كنت بتشتري او بتعمل، قول سهل طبعا تعمله في البيت، الحكايه مش مكلفه ولا متعبه ولا مرهقه. هنبدا على بركه الله. اولا، اول حاجه على اساس تطلع ازازه برفيوم مظبوطه ويعني تكون عاليه الجوده، اولا لابد ان حضرتك تعرف حجم الازازه اللي هتشتغل عليها. حجم الازازه اللي هتشتغل عليها ازاي اعمل حاجة تعرف حجم الازازة؟ ايوه، تعرف حجم الازازة اللي هتشتغل عليها، لان ممكن يعني يقول لك الازازة دي حجمها كذا وفي داخلها ما بيشيلش الا حجم كذا، يعني بيكون اقل من اللي هو او اكتر من اللي هو قايله. فانت حضرتك لابد تتأكد ان الازايز اللي عندك او الازازة اللي انت هتشتغل عليها حجمها كام بالظبط، تبقى عارفه. اذا كنت اشتغلت عليها قبل كده خلاص ماشي وعارف حجمها كام، اذا كان 100 مللي او 50 مللي او 30 مللي او 40 مللي، على حسب الازازه اللي عندك. فاحنا عرض لحضراتكم امثله على اساس تتعرفوا وتشوفوا اشكال الزجاجه اللي عندك، وممكن ازازه نفسها يبقى الازاز نفسه سمك الازاز الداخلي يكون سميك، ففي الظاهر تبقى الحجم ككل من بره يكون كبير، ولكن جوه الازازه نفسها هتلاقي حجمها بتاخد سوائل اصغر. هنبدا اتعرف حجم الازازه ازاي. اول حاجه عندي ازازه حجمها 100 مللي، اهي حجمها ازازه 100 مللي. ازاي هنبدا بالازازه اللي هي البرميل البيضاء العاديه دي؟ ازازه 100 مللي برضو، دولت اخواتها ازازه 100 مللي، هنشيلها بعيد كده عشان حضراتكم نشتغل. ادي ازازه 100 مللي اهو، ازازه 100 مللي دي رغم ان شكلها صغير، شكلها صغير بس الازاز بتاعها رفيع، من يعني الجدار بتاعها رفيع، فدي بتاخد 100 مللي، تاخد 100 مللي الازازه دي 100 مللي. برضو الحال ده ازازه 100 مللي، دي ازازه 100 مللي بحضراتكم، دي ازازه برضو ايه 100 مللي. لابد حضراتكم تبقى عارف زي ما قلنا تعرف حجم الازازه قبل ما تشتغل عليها. طيب الحجم الثاني من الازاز اللي هنشتغل عليه الحجم اللي هو 50 مللي، دي حجمها 50 مللي، الازازه دي حجمها 50 مللي، برضو الازازه دي حجمها 50 مللي. ها نفس الحال، ده كله انا يعني مجهزه لحضراتكم عشان تشوفوه، ده 50 مللي برضو، دي اختها برضو نفس النوع 50 مللي، ديت 50 مللي، تاخد 50 مللي. الازازه دي رغم ان حجمها صغير بس برضو ازازها رفيع فبتاخد 50 مللي، هنا برضو تاخد 50 مللي، دي تاخد 50 مللي. طيب نفس الحال الصف الثاني دوت برضو، ده كله خمسينات، 50 مللي 50 مللي، تاخد 50 مللي برضو، هنا 50 مللي 50 مللي. طيب بعديها عندي هنا 30 مللي، دي تاخد 30 مللي، 30 مللي لتر يعني، 30 مللي لتر اللي هي سنتيمتر مكعب، ودي برضو تاخد 30 مللي، نفس اختها برضو، ودي رغم ان دي ازازه بلاستيك، دي ازازه بلاستيك ما هياش ازاز، دي بتاخد 30 مللي، رغم ان حجمها صغير جدا بس الشفاف يعني جدارها رفيع جدا ورقيقه جدا، فعلى اساس كده هي بتاخد 30 مللي. برضو الازازه دي تاخد 30 مللي. طيب
نيجي للحاجة اللي بعد كده، ديت 20 مللي، تاخد 20 مللي، ازازة العروسة دي تاخد 20 مللي، ديت 20 مللي، ديت برضو 20 مللي. في ازاز من العروسة رغم ان حجمها بيكون كبير، تيجي تقسم بالحجم تلاقي 15 مللي، ديت 15 مللي، وديت 15 مللي، واللي بعديها برضو 15 مللي. طيب واحد هيسأل سؤال يقول طيب انا عايز، طب انا هعرف ازاي ان ديت يعني 100 مللي، دي 100 مللي وديت 50 مللي ودي مثلا 30 مللي ودي 20 ودي 15، ازاي هعرفها ازاي؟ الحكايه بسيطه، الامر بسيط جدا. حضرتك عندك سرنجه في البيت، سرنجه عاديه اللي بتستعملها اللي هي 20 مللي، او اللي هي دي سرنجات 20 مللي، او بتروح الصيدليه بتجيب سرنجه ب 5 جنيه اللي هي بيسموها سرنجه قسطره، بتكون جديده ونظيفه حلوه يعني ما فيهاش اي حاجه بتستعملها، بيسموها سرنجه قسطره اللي هي 50 مللي، وبتاخد السرنجه دي وتاخد الازازه والسرنجه على حوض الميه وبتسحب السرنجه 50 مللي وتعبي، خدت ال 50 بتكمل، شوف هتاخد كام؟ هتاخد ال 150 يبقى 50، خدت 30 يبقى 30، 100 يبقى 100، حضرتك اهو بتعبيها وتشوف انت عندك دي خدت كام؟ يعني تعبير حقيقي، انت بتعبرها تعبير حقيقي، يبقى انت بتقدرها بتاخدها وتملاها بالميه عن طريق السرنجه اللي هي سرنجه قسطره، بتشتريها من اي صيدليه قريبه منك وبت ايه تجربها وتشوف الحجم الطبيعي للازازه اللي عندك. لان انت حضرتك مشكله، واحد يقول انت بتخترع عن الحجم، بنقول لا، انت لو ما قدرتش حجم الازازه كويس، ما انت العطر اللي عندك الزيت العطر هتضيفه ازاي؟ هتقدره ازاي؟ يعني انت عامل عايز تركيز معين، طب هتحسبه على اساس ايه؟ ما لابد تكون عارف حجم الازازه اللي حضرتك هتعبي فيها الزيت العطر. دي معلومه مهمه جدا، عشان كده تلاقيني عامل لك طابور، انا اسف، تلاقي طابور من اللي هي الازايز اللي عندي على اساس ان اوري لك ازاي ان في فروق في الازايز، رغم ان ممكن الحجم الازازه نفسه يغرك، تكون شكلها كبير وتاخد صغير، او شكلها صغير وتاخد كبير. في حاجه زي درق كده مخروطي، بس ده 50 مللي هتعبي مره، ما هوش مدرج بالسنتي، هيتوهك، مش هتعرف الا اذا كان العبوه ياخدها على بعضها مره واحده تعرف ان دي 50 مللي. فانت بتشتغل بسرنجه اللي هي موجوده في الصيدليه، سرنجه اللي هي القسطره او السرنجه اللي هي ال 20 مللي متوفره، وبتبدا تعبي الازازه وتشوفها بتاخد كام بالظبط، كام مللي بالظبط، على اساس تقدر تعمل الازازه بتاعتك كويس. دي حاجه عرفتها خلاص، انت عرفت حجم الازازه انت اللي عندك كذا، بتاخد 100 مللي، 50 مللي، 30 مللي، 20 مللي، 15، على حسب حجم الازازه هتعرف انت حضرتك تطلع العطر المظبوط. طيب ده بالنسبه للازايز الايه اللي عندي دي. طيب الثاني مطلوب عندك، انت عايز تعرف انت هتشتغل على تركيز كام، اشتغل على تركيز كام العطر اللي انت عايز تعمله او البرفيوم اللي انت عايز تعمله، تركيزه كام، تركيزه كام؟ 5 10% يعني، اقصد 10%، 15%، 20%، 25%، 30%، فانت بتشوف التركيز المطلوب منك كام او اللي انت عايز تعمله كام. ونصيحه، ما تزودش عن 30 عشان ما تكونش الريحه منفره وتقيله، ما تكونش، وخصوصا في العطور الفواحه اللي هي القويه اللي هي الحاره اللي يعني اللي فيها يعني زيوت اخشاب كتيره، فممكن تبقى حاره وممكن تنفر اللي حواليك من حولك اللي جنبك. انت لو حطيت اكتر من 30 تبقى الازازه عاليه في الفواحان، فانت يعني خليك وعلى حسب قدرتك، انت في ناس يعني كده المقدار الشرائي بتاعتها بسيطه، ممكن يعني بيكون لو خلاها 10% ماشي معقول، على قد استعماله 15 20، خليها وسط، خير الامور الوسط، خليك في 20 20، هتقدر حضرتك تعمل ازازه متوسطه يعني حلوه، ما هياش منفره، ريحتها برضو معقوله، ما هياش قويه ان هي ممكن تعمل مشكله للي حواليك، يقول لك ايه الريحه العاليه دي او الريحه دي قويه ليه كده، في ناس بتبدا تتضايق من الريحه اللي هي العاليه، وخصوصا الناس اللي هي عندها جيوب انفيه. يبقى احنا قلنا تاني حاجه بالنسبه للي هي الزيوت العطريه اللي عندي، هتشوف هتحدد كام عندك من الزيوت العطريه اللي عندك. تالت حاجة على أساس إن أنت تعمل إزازة تكون إزازة كويسة، عايز تعرف كمية الزيت العطري، أنت حددت أنت التركيز خلاص عرفته مثلا 20%، طيب أنت الإزازة هتعملها كام؟
هتعملها 50 مللي ولا 100 مللي ولا 30. يبقى انت حددت انت حجم الازازه، وحددت التركيز الزيت اللي عندك، وهتحدد بناء على حجم الازازه والتركيز هتحدد كميه الزيت العطري، هتحدد كميه الزيت العطري اللي انت عايزه هتضيفه في اي ازازه من دولت هتحددها. وبعدين هتروح انت حضرتك ايه ضايف برضو، هتحدد برضو كميه الكحول الايسايل، او هتكمل كميه الكحول الايسايل على باقي الازازه. ده اذا كنت انت عارف الازازه دي بتاخد كام بالظبط، كام ملي بالظبط. يبقى انت حضرتك انت عرفت كميه الزيت العطر المطلوب، كميه كحول الايسايل، وبتبدا او بتكمل كميه كحول الايسايل. اذا كنت حضرتك عارف ان الازازه دي حجمها كذا، يبقى الباقي هيكون كذا، معروف انت حطيت كذا زيت عطري، يبقى الباقي هيكون كذا، ولما تكون حاسبها صح. ومش عيب، مش عيب ان انت حضرتك تمسك ورقه او قلم تقول انا عندي التركيز كذا في المية، ده موجود في المية ملي. طب اما اكون عايز 50 ملي هيديني كام زيت عطري، هيديني كام كحول، اعملها طرفين في وسطين وطلع يا سيدي، ما فيهاش مشكله. في ناس يقول لك يا عم انت هتشرح لنا رياضه. يا عم ماشي، انت فاهم، وغيرك مش فاهم خليه يعرف وخليه يتفهم. الحاجه بسيطه عن طريق معادله كده، زيت عطري زائد كحول اداني كام، 100 مللي تركيزه 20% مثلا، يبقى 20 80 اداني 100. لما اكون عايز 50 هيديني كام، او السين ولا كميه الزيت بتساوي ايه، واروح مطلع الزيت العطري بيساوي كذا وكميه الكحول بتساوي كذا. يبقى انا حددت نوع الازازه حجمها كام بالظبط وقست واتعرفت عليه. تاني حاجه شفت الازازه اللي عندي ديت كميه الزيت العطري وكميه الكحول اللي عندي، وبعد كده حددت. بص الاقي عندي حاجه مهمه جدا لابد اعرفها، نوع الزيت العطري نفسه، يعني نوع الزيت العطري اللي هستعمله نفسه، يعني هجيبه منين، والمصادر اللي هنا هشتريها منين، مصادر موثوق منها، ويكون زيت عطري غالي ما تسترخصش، ما تجيبش حاجات شعبيه، هات حاجه غاليه، زيت عطري يكون غالي في الثمن على اساس يدي لك نتيجه كويسه. وفي طبعا الجرام، يعني مش عايز احدد اسعار حاليا في الوقت اللي احنا فيه كده، من في 4 جنيه في 5 جنيه، يعني في حدود في الحدود ده. والتاجر الجمله نفسه مش هيدي لك اقل من 30 جرام في العبوه اللي هتاخدها. ده يعني حاجات مهمه جدا على اساس ان انت تكون مطمن ان انت هتطلع ازازه برفيوم مظبوطه في البيت وعاليه الجوده 100%. تقدر، ايوه تقدر، من الحاجات اللي قلت لك عليها ان انت بتشوف حجم الازازه اللي عندك كام، بتشوف التركيز المطلوب عندك كام، تحسب كميه الزيت العطري وكميه الكحول كام، وبتشتري الزيت من مصادر موثوق منها. في ناس يكون يعني بتتقي ربنا في البيع وما بتغشش، وتديك زيت عطري نقي وكثافته عاليه وتركيزه عالي، على اساس كده بيدي لك نتيجه هايله ممتازه بحيث ان يكون ثمنه عالي. لعل وعسى يكون في فائده لحضراتكم في هذا الفيديو. يعني العمليه مش كيمياء ولا حاجه، حضرتك تعمله في البيت بنفس الحاجات اللي قلت لك عليها. لعل وعسى يكون في فائده. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.